غرد الشيخ بهاء رفيق الحريري عبر حسابه على تويتر قائلا إن صوت المواطن حق، يجب عدم المساس به وعدم حرمان أي لبناني من هذا الحق المقدس الذي نص عليه الدستور وكلفته جميع الشرائع الدولية ولبنان من الموقعين عليها. أضاف الحريري للاستجابة إلى مطلب الناس وسماع صوتها وعدم عرقلة الانتخابات لأطماع سياسية منافية للقوانين وآراء الشعب اللبناني المقيم والمغترب.